الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال باب فضل من مات له أولاد صغار. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. وهذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله في فضل من مات له أولاد صغار، يعني قبل البلوغ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة، يعني لم يبلغوا البلوغ. فمن مات له ثلاثة أولاد قبل البلوغ كانوا سبباً لدخوله الجنة وسبب لنجاته من النار. والعلة في هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رحمته إياهم، وذلك لأن قلب الأب والأم يكون أرحم بالصغار من الكبار، وإن كان رحمة الأب ورحمة الأم تسع الكبار والصغار، ولكن لا شك أن الصغار تتعلق بهم النفوس أكثر وأكثر، ويكون بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والرحمة والعطف. فلذلك كان فقدهم عظيما على قلوب الوالدين، فمن احتسب ذلك فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. من مات له ثلاثة من الولد فاحتسب وصبر على ذلك فإنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني المرور على الصراط، والكل سيمر على الصراط. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالكل سيمر على الصراط، فمنهم من ينجو من مروره الأول، ومنهم من يخدش، ومنهم من يلقى في النار ثم بعد ذلك يخرج منها، كل على حسب حاله وعمله يوم القيامة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه فضيلة من مات له أقل من ثلاثة، وذلك لأن النساء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهم أحكام الإسلام وأحكام الدين. فقال لهم هذا الحديث، قال: ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا، يعني سترا لها من النار. فقامت امرأة وقالت: واثنين. قال: واثنين. ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد، ولكن من مات له واحد وكان دون الحنث فلا شك إن صبر واحتسب أن ذلك من أسباب دخول الجنة. وذلك
لأن الفقد عظيم، والصبر على هذا الفقد من أسباب دخول الجنة. وقد جاءت حديث أخر في فضل من صبر واحتسب، كما مر علينا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: هل قبضتم يعني صفية عبدي، وكما جاء في الحديث القدسي، فيقول نعم، فيقول ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، فيقول ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. وهذا مطلق في الصغير والكبير، في الواحد والاثنين، من صبر على الفقد وحمد الله واسترجع فإن له هذه الفضيلة. ولكن هنا فضيلة خاصة لمن مات له دون الحنث وصبر على ذلك، فإن هذا وعد من الله أن النار لا تمسه إلا تحلة القسم كما جاء في الحديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الفوائد: جواز جعل يوم لموعظة النساء وتعليم النساء إذا أمنت الفتنة، فإن ذلك من السنة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وفي حديث أخر أنه كان يخص النساء بالموعظة ويخص النساء بالتعليم، وإن لم يتيسر مثل هذا في هذا الزمان فإن النساء يستمعن للمواعظ مع الرجال، كما في مصليات النساء أو في مؤخرات الصفوف أو بالاستماع إلى الخطب والمواعظ والدروس في وسائل التواصل الحديثة. الحمد لله في زماننا العلم وسائله كثيرة. وهنا في هذا الحديث قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك تعلمنا مما علمك الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوما وحدده، قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا النساء وعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث المسألة العظيمة أن هذا العلم هبة الله عز وجل. وذلك النساء ماذا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فلولا فضل الله عز وجل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم فما دونه من العلماء، فلولا تعليم الله ما تعلم الناس وما عرف الناس الخير من الشر والحق من الباطل. فلذلك هذه المسألة مسألة عظيمة، أن الإنسان مهما بلغ من العلم أنه يعلم أن ما عنده هو من الله، وما عنده هو قليل بالنسبة لغيره من الذين يعلمون، فكيف بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فما من أحد إلا ويعلم ويجهل، وما من أحد إلا ويذكر وينسى، وهذه طبيعة البشر. فلذلك لا بد من التنبه إلى هذه المسألة العظيمة ومراجعة القلوب فيها، لأن ما من نعمة على العبد سواء كانت علما أو غير علم فإنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.